السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم. مع مهند غلام 050-516-3525. اليوم هنتكلم عن السياره الكابتيفا البريمير فيرجن ال 2021. طبعا السياره كان عليها طلب كتير جدا، الناس كانوا حابين يشوفوا اللون الاسود عليها. طبعا انا هصوركم دلوقتي حالا ويلا بينا. زي ما احنا شايفين المفتاح بتاعها ما شاء الله ديزاين جديد، علامه الشبليه، شكله ظريف، حتى في الجيب بسهولة، حتى في أي مكان صغير يعني لايق عليها. طيب نشوفها بعد الداخل دلوقتي أو نشوفها من بره كمان. ده اللون الأسود كنا سألت عليه، فئة البريمير. عندنا الحساسات الأمامية، كشافات هالوجين، إضاءة LED، شعرنا طبعا الذهبي المعروف، البوتاي عليها، رنجات 17، تايرز بتكون كونتيننتال. ده ديزاين بتاع البريمير فقط حصرا. المراية عليها الاشارات و بالمفتاح بتفتح المراية، بتفتح السيارة طبعا، ممكن تعمل فولدينج او ضم. تمام، الدخول ذكاء الابواب، الشدات اللي موجودة على السقف، نشوف كمان من ورا الإضاءة LED، سنجل اكزوست، الساحة الخلفية، سبويلر، المساحة الداخلية بتاعتها. طبعا لو فاتحين السيتس نقدر ننزلهم، طبعا لو حبينا نكبر او نستخدم المساحة الخلفية كدبة خلفية أو لشنطة السيارة. تمام، نكمل. شوف السيت الخلفي، المساحة الخلفية ما شاء الله. تمام، عندنا المكيف الخلفي ورا، نشوف السيت بيتحرك ازاي. اوكي، ده عشان يسهل الدخول. في سلايدنج، سيت سلايدنج كمان عشان يطلع ورا قدام زي ما احنا شايفين. عندك المكيف الخلفي زي ما احنا شايفين. انا نزلت السيت، نزل قاعدة السيت لقدام او الكرسي، بعدين ظهر السيت بينزل، يدينا مساحة خلفية فلات. نشوفها من ورا، نفتح شنطتها. ما شاء الله مساحة كبيرة جدا لحد ظهر السايق. كرسي طبعا الناحية التانية، حركته ازاي بيطلع سلايدنج او جر. تمام، وعندنا طريقة تانية عشان تسهل دخول الركاب الخلفيين، في شدة بتنسحب كده بتعمل سلايدنج. السيت الخلفي كبار يقدروا يقعدوا ورا عادي بكل بساطة. طبعا المكيف الخلفي هيكفي عادي. نشوفها من قدام من ناحية الراكب، اللون الرمادي مع تيتانيوم على الأبواب. ده شكل التابلو، شاشة 8 انش ما شاء الله، بيانو بلاك، اللوك سنتر لوك، والمكيف USB، الجير، الدرايف مودز. طبعا احنا عندنا الايكو موجود. فئة البريمير بيجي عليها الهاند بريك زر، وفيها الاوتو بريك او الاوتو هولد للاشارات. الجير تبعها CVT 1.5، طبعا السيارة انجن تبعها 1.5 توربو 149 حصان. الجير تبعها CVT مبرمج على 8 سرعات. شوف سباق البترول، تقييمه اكسلنت او ممتاز. سيارة موديل 21. طبعا نشوف من الداخل، نشوف عدادات البريمير شكلها عامل ازاي. شغال السيارة، اوكي، زي ما انتم شايفين الستيرنج عليه الليذر ستيتشنج او الخياطة الجلد بالديزاين. الشاشة هنشوفها تاتش، طبعا
العداد بتاعنا هنا شاشة ديجيتال تورينا كل معلومات الرحلة. تمام، تحكم في الستيرينج، مثبت السرعة، البلوتوث، الأوامر الصوتية. نقدر نشغل طبعا كل شيء عن طريق الأوامر الصوتية باللي موجود على الشاشة بوظيفها. طبعا في عندنا حاجة مهمة جدا هنا الأبل بلاي، يعني توصل التليفون بالكيبل، كل اللي موجود على التليفون هيظهر على الشاشة من ويز، واتساب، وجوجل مابس، وكل الابليكيشنز اللي مصرح بظهورها او انها تعمل ميرورينج على الابل بلاي. تمام، معكم مهند غلام 050-516-3525. لو عندكم اي استفسارات ولا اي شيء بس حطونا على التعليق في قناتنا على اليوتيوب. ومعكم مهند مرة تانية، واهلا بكم، كل عام وانتم بخير.